والاطلاع عنكم على ما يعانيه القطاع الصحي بالتأكيد هذا رسالة مهمة المبادرة وهذه الزيارة الكريمة. قبل أن قيادة حريصة وتتابع ومعنية بتقديم أفضل يعني تقريبا عضوان برضو 100 دولار وقس على ذلك كلها. الشيء الثاني هو الموظفين العناوين العنوان الآخر إحنا لحد هذه باقي صفر في شهر 5. بذكركم أنه في شهر مارس كان 145 صف. لكن قطاع الصحة له خصوصية بأنه هو قطاع يمس حياة الناس مباشرة بكل تواضع يعني باسم إخواني يعني قدمنا تبرع بمكافأة شهر من كل إخواننا من كل أعضاء المجلس التشريعي في قطاع غزة مساهمة منا في تخفيف هذه الأزمة ونحن إن شاء الله ماضون حتى إن شاء الله تخفف هذه الأزمة. أنا بقول لو